إضراب شامل طال كافة مناحي الحياة عام القدس المحتلة، تخلله اعتصام قبالة باب العمود احتجاجا على إعلان الرئيس الأمريكي ترامب القدس عاصمة لإسرائيل وقراره نقل سفارة بلاده إليها، سرعان ما جبه بقمع من قبل قوات الاحتلال التي انتشرت بكثافة في محيط البلدة العتيقة والاعتداء على المشاركين. كمقدسيين بقون بهذه الأرض لا نعترف بهذه القرارات، هذه القرارات التي اتخذها ترامب هي أحادية الجانب. ترامب كان منحازا كليا إلى الحكومة الإسرائيلية وإلى الإسرائيليين، وهو أخرج نفسه من بوتقة أنه راعي للسلام في الشرق الأوسط. الإضراب شمل كذلك سائر مدن الضفة الغربية التي جابتها مسيرات منددة بإعلان ترامب، فيما اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي في عدد من نقاط التماس أسفرت عن عديد الإصابات في صفوف المتظاهرين. سبق لإسرائيل أن أعلن ضم القدس عام 1980، ولكن ذلك لم يغير لا من هويتها ولا من طابعها ولا من حقنا في هذه المدينة، ولكن الخطورة أبعد، يمكن في المستقبل القريب نرى بعض الصعوبات نواجهها أهل القدس، سحب هويات، تدمير منازل، تعقيدات في الحياة اليومية. وفي إطار الرد على الخطوة الأمريكية التي اعتبرها الجانب الفلسطيني تحديا لشرعية الدولية وانتهاء لدور واشنطن كراع لعملية السلام، أعلنت القيادة الفلسطينية أن الفترة القادمة ستشهد اجتماعات مكثفة سواء على مستوى الهيئات والأطر القيادية الفلسطينية وكذلك اجتماعات فلسطينية عربية لتحديد الخطوات المقبلة لمواجهة القرار الأمريكي. هي لحظة فارقة تمر بها القضية الفلسطينية عقب إعلان ترامب بشأن القدس وقراره نقل سفارة بلاده إليها، قرار بحسب الفلسطينيين يجسد غطرسة أمريكية مواجهته تتطلب في هذه المرحلة الخطيرة موقفا عربيا وإسلاميا حازما وموحدا. سحر منير، الإخبارية، القدس المحتلة.